كم مرة أخرى على أمواج الإذاعة الوطنية من الرباط. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، فقرة صحتي راس مالي كان غادي نتكلموا على مرض يعني ديال عرق النساء مع الدكتور توفيق، لكن للأسف الشديد الهاتف ديالو مغلق. كنتمنى أن المانع يكون خير. غادي نتكلموا اليوم على المرض اللي ممكن يتصابوا به الأطفال الصغار، واللي ممكن أنه يكون خطير، واللي لازم على الوالدين يردوا له البال، وهو أمراض اللي ممكن تصيب الخصية عند الأطفال، واللي ممكن أنها تطلب جراحة بشكل استعجالي. وهذا الشيء اللي غادي يشرحوا لنا. مشكور جدا على تلبيته الدعوة دائما البروفيسور عبد اللطيف جنان، كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط، أستاذ كلية الطب بالرباط، أخصائي طب الكلي وجراحة الكلي والمسالك البولية والجهاز التناسلي والأمراض الجنسية، الكلي، نبول المثانة، البروستات، الخصية، العقم، الضعف الجنسي والختانة. بروفيسور عبد اللطيف جنان، شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة وعلى الجهوزية ديالك بروفيسور وعلى الطيبة ديالك. شكرا لك بروفيسور، صباح الخير. صباح الخير مدام حنان. مرحبا. هذا واجب تجاه المستمعات مستمعين الكرام وتجاه طاقم ديال لا غاديو. مرحبا، شكرا لك بروفيسور. مرحبا. ففعلا الموضوع اللي اقترحته علينا اليوم هو موضوع حساس، واللي كيهم بالاخص الامهات، هما اللي كيكونوا اقرب الاطفال ديالهم، الاطفال من منذ فتره الرضاعه حتى كيكبروا، لا في مراحل ديال التغذيه ديالهم، مراحل الغسل ملي كيبدوا لهم ليكوش، وملي كيعطيوهم لا دوش، ملي كيغسلوا لهم. هذا كاين واحد مجموعه من النصائح غادي نقولوها لهم يردوا لها البال. الا ردوا لها البال فسميتوا الحل ديالها تشخيص، ولا الحل كيكون حل بسيط، والدري كيكون في مأمن، المستقبل ديالو ما كيتعرضش للضعف الجنسي ملي كيكبر، وما كيتعرضش للعقم النهائي اللي كيكون الحل ديالو صعيب الى مشى حتى وصل الانسان مفرط في راسه، وصل لواحد السن اللي العقم كيولي نهائي، كيولي العلاج ما نقولوش مستحيل، ملي كيولي صعيب بزاف باش تعطي الانسان هذيك لا شونس باش يولي عنده وليدات، والو كل الوقايه كتكون سهله. فبالنسبه للمساله اللي خصنا نردوا لها الامهات ولا الاباء، فهما الحمد لله الاباء كيعاونوا في هذه المسائل السهله اللي هي الغريزه، كتكون الام كتفهم فيها ومن بعد الاب حتى هو كيتعلم. فمنذ الولاده في الاسابيع الاولى ملي تكون الام كتبدل لاكوش ديال 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 الوليد ديالها لو غارسون، فخصها ما كاين حتى باس تبقى تقيس له البيضات ديالو واش بلاصتهم ولا لا. دوك البيضات الله سبحانه وتعالى ملي كيكون تيلاد باقي في الكرش دمو، فعلاش لو جينيكولوج طبيب العيالات قبل من الشهر الخامس ديال الحمل ما كيقدش يقول لها واش عندك وليد ولا بنت. هذيك البيضه في الاول كتكون كتشابه ديال دي هي الخصيه. الخصيه كتكون كتشابه قبل من خمس اشهر في البطن الام، راه بحال عند الله سبحانه وتعالى مور الشهر الخامس الفوق مني الى عندها ذكر، هذيك البيضه كتسمى هابطه، تتم هابطة ما بين الفخذين وكتمشي لواحد الغشاء كتخبى فيه كنسميوه السكروتوم. هذا الى التيلاد اللي غيهبط من كرش الام وليد. ويني الى التيلاد اللي غيهبط من كرش الام بنيتها ما كتهبطش وما كاينش ديك الخصية وكتعطي بنت. فهذيك البليصه اللي تحت الذكر، ديك الغشاء اللي خص يكونوا فيه البيضات بجوج، علاش خصنا نردوا له البال في الاسابيع الاولى؟ حيت اولا كاين اللي خلقيا عندنا الاحصائيات اللي درناهم في اطار البحوث اللي درناها احنا الاساتذه ديال كليه الطب والصيدله، الاساتذه الباحثين بالرباط، ودرناها مع الاساتذه المغرب العربي، تونس، مصر، الجزائر، ومع الاساتذه ديال الدول الشرقيه، ولقينا ان عندنا الاحصائيات كتوصل ما بين 11 حتى 18%، يعني كل 100 وليد غيتزادوا راه 18 فيهم راه ما عندهمش الخصيه بلاصتهم، راه الخصيه راه كاينه الفوق. هل هذا ما يسمى بالخصيه المعلقه بروفيسور جنان؟ اكزاكتو، هذا هو المصطلح اللي الخصيه المعلقه، او بالاغريقيه كريبتوكيدي، او بالفرنسيه اكتوبي. فوالا الخصيه المعلقه خص
الام ترد لها البال في الاسابيع الاولى الى تيبان لها ان تحت الذكر داك الغشاء خاوي ما فيه والو، قد يكون خاوي بجوجهم معلقات وقد تكون وحيده هي الشركه ما كاينه. ومن يبان لها هذا الشك من يكون الليتيج ما متاكداش تعرضوا سواء على اختصاصي في طب المسالك البوليوجيه التناسلي ولا على الطبيب الاطفال اللي تكلم فيه من نهار الجد راه كيعرف هذه الوضعيه وغادي ينصحها بسرعه. فقد ما عرفنا هذا الموضوع بسرعه وقد ما هبطناهم سواء بالهرمونات في الاول يبوح لي زانجيكسيون سواء بالجراحه الا تعذر يهبطوا بالهرمونات كنهبطوه بالجراحه وقد ما هبطوا لتما هذيك البلاصه. هذا واش هذا المرض هذا كيكون يعني السبب ديالو شنو هو؟ واش خلقي ولا يعني كيكون سبب من الاسباب؟ هذا مادام هو كيكون بزاف عند الامهات اللي خداو بزاف لو بوا في الحمل يعني كياخذوا بزاف لو بوا كيكون الهرمون الاستراديول كثير بزاف وعند الامهات اللي كانت باقا كتاخذ لا بيلوت جبرات راسها حامله ما عرفات ملي كيكون هذاك الاستراديول اللي هو خداته سوا في الكينات ديال مانع الحمل ولا عندها كثير فما كيعاونش فقد ما الاستراديول هابط اثناء الحمل عند المراه قد ما كيسهل البيضه تهبط عند الناس العاديين عند 20% ديال الاطفال اللي غيزادوا وين 21% الامهات ديالهم غادي يغلاضوا بزاف في الحمل هذا الشيء اللي كيكتب الله ولا ملي حملات راها كانت باقا كتاخذ موانع الحمل وجبرات راسها صافي حملات طاغي شي سيغتان فام كتوقع فهادو هما اللي معرضين اكثر فهذا الهرمون هو اللي كيسبب في ان الانسان في كرش مو هذاك الهبوط اللي خصه يهبط الخصيه مورا الشهر السادس ديال الحمل هو في كرش ما كتهبطش دونك ملي كيتزاد الوليد وكنفرحوا به ديك الايام الانسان يقلبوا يقلبوا الوالده ديالو ولا باه حتى هو يقلبوا الى بان لهم الامور مزيانه فتبارك الله ما بانش غيعرضوا على طبيب اختصاص ديال المسالك البوليوجيه التناسليه ولا طبيب الاطفال واخا هو ما كيديرش الجراحه كيعرف هاد الظاهره هذه ولا هاد المرض كنسمي الخصيه المعلقه كيعرفها وكيعلمهم دغيا هذا من جهه اخرى فملي كتكون كتبدلوا في الاشهر الاولى الاشهر الثانيه الثالثه الرابعه على ما يبدا يوقف ويتمشى فين ما تبدلوا تشوف واش اللون ديال الجلده اللي كتغطي الخصيه واش كيشبه اللون البشره ديال ولدها ولا داك اللون ولا احمر بزاف الا داك اللون ولا احمر بحال اللون ديال الدلاح صافي ديك هي بروبليم الا ولا احمر بزاف هذه هي الحاله اللي وتنفخ شي شويه هذه الحاله اللي كنهضروا عليها كتسمى لا توكسيو سي بحال لون توكس بحال شي مره غادا كتمشى ودارت لها رجليها وتنفخات لها الشوفيه ديالها هذه لون توكس فحتى الخصيه دايرها الله سبحانه وتعالى واحد لي ليمون سيسبونسور واحد كنسميو لو كوردون سبيرماتيك الفرنسيه وبالعربيه هو الحبل المناوي فالخصيه ما مخطوطاش غير هكاك الله سبحانه وتعالى معلقها بحال عنقود ديال التمر ولا ديال العنب عندها الشريط اللي هزه فهذاك الشريط عند بعض الاطفال عاوتاني ديما واحد 18-20% راه غتكون عندهم الظاهره الصغر ديالهم كدور علاش باسكو لي ليغامون ديالهم لي سونلاش كنقولوا يلاكسيتي ليغامون تاعي يعني كاينه هشاشه حتى العيالات كيتمشاو بالطالون عطيو مثال كاينه غادي تدور لها تغسلوا الدولار رجليها وما غتنفخش ما غديرش اونطورس حيت عندها لي ليغامون ديالها ديال 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 فوالا ديال الشوفيه مزيانين وكاينه المراه اللي عندها لي ليغامون الشوفيه عيانين غير تدور لها شوفي غير غادي تدور لها رجليها اللي كانت لابسه طالون كتنفخ تمشي لوبيتال ودير البلاطه حتى الخصيه هكاك اللي عنده 80% الله سبحانه وتعالى ديال الوليدات عندهم لي ليغامون صحاح ما عمر غدور ديك الخصيه وكاين 21% راه عندهم لي ليغامون من عند الله فيهم هشاشه ملي كدور هنا كتولي الحاله مستعجله فالحاله مستعجله الى دار هذاك لو ليغامون شنو اللي كيدور معاه كيدور الشريان اللي جايب الدم الاحمر وجايب الاكسجين وداك الشريان الله سبحانه وتعالى دايرو باش يبقى مستقيم الى دار كتقطع كميه الدم اللي كتوصل للخصيه كتولي تساوي صفر وهو اي عضو دايرو الله سبحانه وتعالى بحال القلب الدماغ ولا اي عضو ولا الرجلين ولا هذا حرمناه سورتو القلب كنقولوا ازمه قلبيه والانسان توفى الله يستر هي ان القلب ديالو تحرم من الدم مده 7 سوايع الا تحرم الدم 7 سوايع كيسكت الخصيه سي لا ميم شوز الا الام شافت ديك الحاله وما داتهاش شويه حمراء وتنفخات شويه الجلده اللي موالفه كتشوفها كتشبه الجلده ديال لابو لا كولور اللون ديال لابو ديال ولدها والسمر واش بيض ولا كولو واللون ديال لابو ديال وليداتو كيكون عارفه الا ولات حمراء وتنفخات بزاف وفات 7 سوايع واخا ديها الطبيب راه كيكون العلاج ما عندوش واحد غادي يدير العلاج الوليد غيكون معرض للعقم نهار غيكبر الوغ هذيك 7 سوايع فين كيدار كل شيء كيدار العلاج بالجراحه مستعجله
باش فوالا باش باش الطفل ملي كبر ان شاء الله تكون عنده صحه جنسيه قويه عاديه. نعم. ضعف الجنسي ونهار يتزوج يدير وليداته وما يلقاش راسو عنده عقم نهائي كنسميوه لازو. لازو سبيغي صافي غير هذه الحيوانات المنويه يساوي صفر. صفر نعم. العقم غالبا راه كيتعالج وين الا كان الحيوانات المنويه بلاص ما يكون 15 مليون اللي داير الله سبحانه وتعالى اذا كان 6 مليون 4 مليون 3 كيكون العلاج سهل وين الا هذه الحاله فرطنا فيها في 7 8 تسوي فكيكون عدد الحيوانات المنويه يساوي صفر. كيكبر الوليد يتزوج كيولي فوالا العلاج ديالو من العقم راه كيكون ما نقولوش مستحيل ما صعيب بزاف صعيب بزاف. وهذا هو المشكل اللي واقع ربما الابن ديال متصله مدام العبدلاوي كنظن. صباح الخير لالا. صباح الخير. السلام عليكم. شكرا. مرحبا لالا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. شكرا لكم على هذه البرامج. شكرا لك. والله يجازيكم بخير على المواطنين كاملين. مرحبا لالا بارك الله فيك. تفضلي. سؤال الدكتور الله يجازيه بخير. كي سمعتي؟ انا الطفل من كان صغير كان عنده لي زونجينا ريبيتيسيون. ويل فازي دي 40 41 ديغري ودي كونفولسيون وخدا بزاف لي تريتمون. من بعد من كبر دابا الحمد لله وفاتو ديك الحاله. المهم انا السفره في الصغر. دابا عنده ورجع ازو ما عرفتش من دوك لي فيفغ ما عرفتش واش من لي تريتمون اللي خدا. شحال في عمره؟ دابا الا ما غي عنده 36 عام ولكن الوليدات والو. مشى للطبيب؟ مشى وهما فاش خصو قالوا له ازو ستيرمي. واخا واخا. خليك معنا لا مدام عبد اللاوي غادي نشوفوا مع السي بروفيسور جنان شنو يعني ربما عنده سؤال ليك وشنو الجواب ديالو على السؤال ديالك. تفضل البروفيسور. لا الامور واضحه ما عندي ما تسال. هو مدام اشنو غيكون وقع غالبا علميا للوليد ديالك؟ نعم. اي انسان كيجيو الحلاق بزاف جو اين ولا دو الى فاتوه جوج مرات ولا ثلاثه في العام شنو كيوقع؟ هذيك البكتيريا اللي كدير الحلاقم كاينه البكتيريا ديال ستريبتوكوك وكاين واحد الفيروس كنسميوه لي زوغيون كيقتل الحلاقم والودنين. هادو بجوج عندهم واحد القابليه سون اغريسيف سون فيورون عنيفين كيتعرفوا على واحد البلايص حساسه. دابا هما ملي كيهجموا على الحلاقم كيتعرفوا على التكوين النسيج الحلاقم كيوليو عارفينو ملي كيديتكتيو بديك الخبط اللي عندهم فين كيمشيو لواحد الاماكن اللي تاهي هي ماشي حلاقم وين عندها النسيج كيشبه عندها لي غيتيفتو بحال الحلاقم. كيمشيو للقلب كيقدو يعيو كيديرو روماتيزم القلب. كيمشيو للمفاصل ديال الركبه وديال وديال المرفق لو كودي لو جونو وكيمشيو للخصيه والبربه لو تيستيكول بيديزيم. كيمشيو كيتلوكاليزاو تما دون مانيير سيلونسيوز دي فوا كيكون داكشي خبيتي بسكات ودي فوا كيكون الوليد مسكين راه حس دو لانكونفور في المدرسه ولا اون جير كيلعب الكره بحال واحد البيضه تنفخات على الاخرى وحده تفشات. ودي فوا كتجي مع لادوليسون اي لي فيكو كوم ان ايفينمون غراتيفيون. الوليد كيشوف البيضه تنفخات تيفرح تيقول راني بلغت وهي راه تنفخات راه ماشي عادي راه ملي كتنفخ ماشي ديما على ود البلوغ حيت يمكن الانسان يبلغ بلا ما تنفخ له. راه ملي كتنفخ كيان سوسي هو كيكون مسكين داز عليه داك الشيء ما عاقش به ولا يحسبوا كاع راه بحال يلعب الفوت وقاسوا شي حاجه وراه غيتضر ولا قاس السليب ديالو الضر راه كيكون واحد الضرر خفيف فوالا. ولي مومون اللي كنتو قلتوها مدام كتجي لا فيفغ ولي فيسون هذيك كونتوناين فيفغ بصفه عامه على اي بكتيريا هجمات علينا وسورتو لي فيسون كيعني ان البكتيريا راها في هذاك المحل اللي كنتشكاو منه هو الاذن ولا القفص الصدري ولا الحنجره. ولاني غير كنبداو نفريسوني وكيجيو لي فيسون والرعده معاهم سخانه يعني ان البكتيريا اللي فيروس راه كدور في الجسم كله من الشعر منتهى حتى الرجلين. راه في ذاك الوقت كديرين كولونيزاسيون لواحد الخلايا كاينين جوجات هما اللي عطي الله سبحانه وتعالى الخصيه عامره بهاد جوج خلايا وحده كنقولوا لها سيرطولي وحده ليديد. هاد جوج خلايا الا خربوهم كيطيح الانسان في لازوسبيرمي. واللي نقول لك انا خصني نبقى ولدك متفائل لازوسبيرمي قول له لازوسبيرمي عند عشرات الناس ملي كيكونوا عشرات الناس حتى راه كنلقاو لهم الحل. حتى على 10 كنلقاو لهم الحل، اربعه ما كنلقاو لهمش الحل. وعاودين عندنا 100 راجل عندهم ازوسبيرمي علميا كاين حلول تقنيات جديده دابا كاينه 60% غنلقاو لهم حلول و 40% ما كنجبروش لهم بوغ لانستون. ملي نقولوا انسان يقول ما جبرتش الحل يقول ان شاء الله في 2023 راه عندنا الاحصائيات 60% هما اللي كيبراو والبحث العلمي راه خدام في اوروبا وخدام حتى في المغرب
وربما الله سبحانه وتعالى بغى واحد النهار غنوصلوا ل 100% ديال العلاج ان شاء الله. يعني الابن ديال مدام عبد اللهوي واش كاين حل بالنسبه ليه؟ كاين ان شاء الله، كاين 60% ديال الحظوظ واخا ازو يساوي صفر. يساوي صفر. انا في التجربه ديالي عندي واحد 27 28 سنه في هذا الميدان، فالاحصائيات اللي درنا لا في مستشفى ابن سينا في السويسي ولا في مستشفى العسكري اللي كنت فيه ولا في كليه الطب ديال مراكش، كانوا كيخدموا معنا اساتذه ديال مراكش والزملاء الفرنسيين، هذوما الاحصائيات اللي عندنا. في كل 10 رجال كنلقاو لهم الحل، أربعة مازال والحمد لله راه البحث ما زاكيش، راه كاين كنبحثوا دابا في الخلايا الجينيه وفي حوايج اخرين اللي غنوصلوا جاي واحد الوقت في ان شاء الله مالي لا زوسبيرمي غنلقاو لهم الحل 100%. يعني الابن ديال مدام عبد اللهوي خاصو يكمل العلاج ويبحث غير يكمل مع الطبيب ديالو راه ما يكون غير خير، قول له با بي سي اللي بغى ما يهبطش، غادي تكون النتيجه ان شاء الله، غير كيخصو الصبر. نعم الصبر بطبيعه الحال. شكرا بروفيسور مدام عبد اللهوي، شكرا ليك وان شاء الله يكون خير بالنسبه للابن ديالك ان شاء الله. بروفيسور واش تقدري تعطيني التليفون تاع الميدسان باش نتصلوا به؟ ملي نساليو غادي ناخذ الرقم ديالك ونحاولوا نعطيو لك ولا تعطي لك المخرجه. الله يجزيك بخير لان ما عرفناش فين التجهد. واخا لالا واخا واخا شكرا، شكرا ليك. مرحبا لالا مرحبا لالا، شكرا ليك، صباحك مبروك. شكرا شكرا لا وياكم. السلام عليكم. الله معين. شكرا ليك. بروفيسور عبد اللطيف جنان بعجاله، شنو يمكن لك تقول لنا او لا تنصح الناس بعجاله الله يخليك في هذا المرض اللي تنتكلموا عليه اليوم ديال الخصيه بالنسبه للاطفال؟ النصائح بعجاله للناس. فالنصائح غادي نبداو بالامهات ديما، حيت الا كيوقع الخلل كيوقع في سميتو في اثناء الحمل ديما يحاولوا يعبروا هذا الهرمون اللي هضرنا عليه وسميتو وينقصوا من الوزن الا قدوا في الحمل، باسكو قد ما نقصوا من الوزن قد ما الاحتمال باش يتصاب الوليد كينقص. هذا هو جهد الام عليه، فاشون الحماله ضروري كيزاد فيها الوزن، ما هادشي اللي كاين، ما كاين طرق باش الانسان ينقص شويه من ديك الزياده. والمساله الاخرى هي اللي تكلمنا عليها، فمن نهار من الاسبوع الاولاني تبدا توالف بالوليد ديالها، ما تعقش ديما فين ما بدلات له، تشوف الخصيات واش بلاصتهم، واش اللون، تشوف غير واش المحل لقيتهم بيده راه ساهلين كيتعرفوا الا كانوا ولا لا، الا شكات تلتجئ سواء كنبداو بالطب العام طب الاطفال ومن بعد يمكن يلتجئوا حتى الطب الاختصاصي ديال الخصيه والجهاز التناسلي. هذا من جهه، وتشوف ملي تشوف واش كاينه ولا لا تشوف اللون. اللون اللي خص يبقى عند الدري مدى الحياه هو اللون اللي كيشبه الفخاضو وكيشبه الجلده ديالو، فغير يبدا الحميره ولا تغير في الحجم ولا تغير في الحجم من الصغر، ويقولوا حتى الوليدات يقولوا ملي تبدا تكبر 7 سنين 8 10 الى بالك الخصيه كبرات الفو با لا فيغ كوم ان ايفينمون غراتيفيو، فرح راه يقول انا راه وليت بالغ ولا لا، الا كبرت راه كاين مشكل يقولها لوالديه باش والديه يلتجئوا للطبيب في الوقت المناسب ما يتعطلوش، قد ما عالجنا داك الشيء بكري قد ما كتكون الامور بسيطه. نعم. بروفيسور عبد اللطيف جنان كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكريه الرباط، استاذ كليه الطب بالرباط، اخصائي طب الكلي وجراحه الكلي والمسالك البوليه والجهاز التناسلي والامراض الجنسيه وكذلك العقم والخصيه والضعف الجنسي والختانه. شكرا جزيلا على هذه يعني النصائح القيمه وعلى تلبيتك الدعوه، والى فرصه قادمه بحول الله.